كل ما يفوتوا بحرسوا الشوارع، بيعملوا بخربوا يعني البنى التحتية. استنى هنا، ما فاتوش على الحارة. صلينا الفجر، حطيت راسي بدي انام، صحينا على صوت الانفجار، خلع ابواب وكزاز، فقع الكزاز كله، صوت مش طبيعي. طلعت اطول الهين، في سيارة اسعاف بصيحوا، في واحد مصاب مصاب، ما سيارة اسعاف فكت هين باب الدار. قام الصاروخ الثاني نزل على دار جيراننا اللي هو دار ناصر السعدي ابو سلاح، طبعا برضه الصوت مش طبيعي، كل الناس شردت، الصوت كان مش طبيعي. طلعت على الدار، الباب مخلع، على الشبابيك نازل كل الكزاز، وهاي اللي صار. طبعا لا كان مقاومين هين بالشارع ولا كان في شيء، ما كانش شيء، كانوا مجرد اولاد صغار واقفين باب الزكه بس، هاي اللي صار. الصاروخ باب الدار اجى دمر الدار كلها، الشبابيك نزلت، الابواب عندي 4 ابواب خلعن فتحن، الباب البراني الرئيسي لقيته كالب على ظهره كله كالب، الكزاز عندي الدار كلها نزل، كل كزاز الدار. طبعا ربنا ستر اني انا في الطابق الارضي نازل من تحت راس هاي الشغلات، لانه صار كثف اكثر من راح الحاره، فنزلت على الطابق الارضي. لما يفوت الجيش بنزل على الطابق الارضي انا واولادي من تحت راس الكثف، لانه بخرب وبدمر، مشان امان لاولادي ولا لعائلتي. نفس الاشي دار اخوي، كل كزاز دارها نزل، طبعا اتاذوا جروح، مش جروح من تحت راس الكزاز، اما اصابات الحمد لله فيش شيء.